نبدأ الأول. إحنا في خطة إنشائية لمجلس إدارة النادي الأهلي لمدة 4 سنوات لكل الأفرع. نبدأ فرع الجزيرة في الأول. فرع الجزيرة كان ليه نصيب إلى حد ما كويس. بدأنا بالأسوار، أسوار النادي بالكامل زي ما أنتم شفتوها وسجلتوها معانا. جددنا الأسوار واتغير المنظر خالص، بقى في حاجة اسمها روح للنادي الأهلي. يعني ما تبقى ماشي كده حوالين النادي، دي بدل النادي الأهلي. وده اللي كان الهدف في التطوير، ان يبقى ليك شكل في اللون وفي التصميم في كل حاجه في التصميم. وده اللي هتلاقيه الفتره الجايه. يعني الفتره الجايه عندنا هتلاقي كل المنشات وكل المباني فيها روح النادي الاهلي. فبدانا بالاسوار، ولما تستعرض الصور هتلاقي شكل السور في اللون الاحمر الاحمر بتاع النادي الاهلي. فدي كانت اول خطوه خلصناها الحمد لله، وخلصنا اول مرحله منها بطول ال 550 متر تقريبا. متبقي بعد كده الفترة الجاية البوابة الرئيسية اللي كابتن محمود أعلن عنها في المؤتمر الصحفي اللي كان فيها النسر الجميل شعار النادي الأهلي. دي إن شاء الله الخطوة الجاية. بدأنا في إنشاء صالة كاراتيه. صالة الكاراتيه في أهل الجزيرة كانت خيمة، الوقت بقت هي صالة كبيرة مكيفة. إن شاء الله هنفتتحها خلال شهر ويكونوا موجودين معانا وتسجلوا افتتاح الصالة. صالة على مستوى عالي جدا تليق بفريق النادي الأهلي اللي بيخرج أبطال اللي كان موضوع مجلس اداره. يا ريت واحنا بنتكلم وبنسمع حضرتك يا باشمهندس حضرتك تقول لنا، اتكلمنا عن كل الصور، اي حاجه خاصه بعمليات التطوير هنشوفها طبعا. بعض الامور بتستعرض بس لقطات من داخل النادي الاهلي. دي منطقه دي كانت اول منطقه عملناها، كان استكمال المنشا ده كان قائم لكن لم يتم استكماله في المجلس السابق. شطبنا المنشا بالكامل وعملنا اماكن جلوس الاعضاء مزود بمطعم على مستوى عالي جدا يخدم الاعضاء. دي كانت اول حاجه افتتحناها السنه اللي فاتت في من ضمن المشروعات النادي الاهلي. ده كان في مقر الجزيره. دي كلها منافذ خدميه للاعضاء. المجلس الاداره التنفيذيه عندنا في النادي بدات توفرها للعضو، من الجيم، تجديد الجيم النادي اهلي الجزيره، المنافذ البيع للاعضاء. دي كلها حاجات خدميه الاداره التنفيذيه عندنا في النادي بتقوم بها جنب الانشاءات. وده يعني عمليه التجديد شملت كل الجوانب دي. تمام، التجديد ده ماشي بصوره مستمره، لكن الاساس في البرنامج الزمني لكابتن محمود هو الانشاءات وليس التجديد. التجديد ده طبيعي موجود هيتم، انه بيحصل بشكل دوري. ده شكل دوري عندنا، تجديد دورات الميه، تجديد المنافذ، تجديد مرافق النادي، ده موجود بصفه مستمره. لكن الجديد في الخطه الانشاء هي معظمها انشاءات. طب قول لنا حضرتك، نبدا بفرع يعني الجزيره هو المقر الرئيسي كده. الجزيره احنا خلصنا صاله الكاراتيه، حاليا شغالين في تشطيب مدرج كرة القدم لفريق كرة القدم. المدرج كان قائم ولم يشطب، اللي هي عمليه التشطيب ما بداتش فيه. المدرج القديم طبعا احنا عارفين كله ان هو خلاص يعني حالته اصبحت سيئه شويه. فحاليا كابتن محمود بين تعليمات واضحه ومحدده، وبمناسبه في اجتماع بكره مع كابتن محمود مع المدير الفني علشان نراجع المتطلبات اللازمه لفريق كره القدم لتشطيب المدرج. احنا شغالين بالفعل وبناخد اخر استعدادات من كابتن محمود غدا في الاجتماع ان شاء الله. في الجزيره برضو عندنا صاله الكاراتيه ومدرج كره القدم، مدرج القدم والاسوار والبوابات. وحصل تجديد في صاله الجيم، صاله الجمباز. الاجهزه بالكامل اتجددت وطرد جديده من الاول. الصاله كلها بالكامل الجديد، دي مش انشاء، دي كانت صاله موجوده. عشان كده بكلمك ان التجديد مستمر عشان ما بنتكلمش عن الصاله صورتها. دي صاله الجمباز هي صاله قائمه. التجديد دايما مستمر في النادي، لكن احنا التركيز كله على الانشاء. هو ده الانشاءات الجديده، هو ده اللي احنا عايزين نضيفه للمجلس. هل فعلا في بعض المباني من الداخل في النادي الاهلي كمان شكلها في التصميم هيتغير والوانها زي ما كان اعلن الكابتن الخطيب ان احنا عايزين حتى النادي من الداخل يبقى بيعكس شخصيه النادي ده فعلا في بعض المنشات زي مثلا واجهه حمام السباحه في اهل الجزيره، وزي المبنى الاجتماعي في اهل الجزيره. بس اهل الجزيره المبنى الاجتماعي بالكامل يعتبر يعني ايه، هيعاد ترتيبه تاني. كله هيعكس الروح النادي الاهلي. فانت تبقى داخل النادي حاسس انك جوه النادي الاهلي، في حاجه بتميز المباني بتاعته. والجدول الزمني احنا لاحظنا كمان حاجه جميله جدا ودقيقه في اسلوب العمل، التواريخ المحدده. وحتى فريق العمل زملائنا في قناه الاهلي لما بيروحوا يصوروا في اي مقر من مقار النادي الاهلي اصبحنا بنعرض فيديوهات لعمليات التطوير على شاشه قناه الاهلي مصحوبه بالتواريخ. كل يوم الفيديوهات الصوت والصورة الموجود ده مصحوب بالتاريخ عشان المشاهد يتذكر وأعضاء النادي يتذكروا مراحل العمل وصولا إلى اللحظة النهائية. يعني احنا إلى حد ما ماشيين بنفس الفكر بتاع حضرتك، ان احنا نحدد مواعيد محددة نحاول نوصل لها، وده الهدف. زي ما احنا كده شايفين دي صالة الكاراتيه،
لو احنا صورنا النهارده هنلاقي المنظر ده اتغير عن يوم ما صورنا. فهو كل يوم في تجديد وفي جديد في الشغل عندنا. دي اول حاجه ان شاء الله هنفتحها صاله الكاراتيه يعني خلال شهر ان شاء الله نكون خلال شهر ان شاء الله تكون افتتحت ان شاء الله باذن الله. بس ده معدل يعني الشغل واضح انه بمعدل سريع جدا يا باشمهندس. خلاص هي في التشطيبات خلاص. الصور اللي قدامنا معناها ان الشهر ده هيبقى فيه جهد مضاعف يعني في شغل كتير جدا. بالظبط. طيب يعني ده من الامور اللي كان مركز عليها مجلس الاداره في الاتفاق معاكم ومع كل القائمين على الاشراف على الجوانب الهندسيه، التواريخ المحدده ان يبقى فيه التزام شديد بيها. التواريخ المحدده والتصميمات زي ما قلت لك في اول الكلام تبقى تصميمات معتمده وفيها روح النادي الاهلي. وان احنا بنوفر لك كل الفلوس يعني الدعم المادي متوفر. فخلاص انت الدور الباقي عندك شق هندسي واداري. فتحاول تلتزم بيه عشان نخلص. وهنا حضرتك بتاخد السايد او جانب مجلس اداره النادي الاهلي، بتمثل النادي الجانب بقى العلمي والاكاديمي. بالزبط. في الانشاءات والتطوير حضرتك المسؤول عنه. بالزبط. مع المقاول او الشركات اللي بتنفذ. الشركه بتنفذ. الشركه اللي بتنفذ والمقاولين اللي بيها. بالظبط. طيب خلينا نتكلم شويه عن عمليات التمويل. طيب احنا لسه مع كل فرع هنتكلم عنه في كل الجوانب الخاصة بعملية الإنشاءات والتطوير وننتقل لفرع آخر. بالنسبة لأهلي الجزيرة، هل التمويل ماشي بشكل جيد جدا والمجلس موفر كل الموارد المطلوبة للعمليات دي، ولا أحيانا بيبقى فيه أي تعثر مالي خلال عملية التطوير؟ أنا ما عنديش أي مشكلة مالية، ما فيش أي مستحقات. وده السور الجديد. ده سور أهلي الجزيرة. ودي الأماكن الإعلانات إن شاء الله هتبقى برضو على سور النادي. ما عنديش اي مشكله في اي مستحقات لشركه بتنفذ انها بتاخد فلوسها فورا خالص. ده متوفر وده كان محسوب من اول يوم برضو. من اول يوم احنا عندنا السنه دي مشروعات بتكلفه قد ايه، بتكلفه اكس. طب ده متوفر والخطه كلها الاربع سنين. انا ما حدش قال لي طب ممكن نهد، ما حصلش. لا بالعكس، ده في دعم عايز يلا طب ونزود تاني. في تمويل وفي موارد وفي خطه تمويليه للعمليه. ماشيين مع بعض، الخطه التمويل ماشيه مع الخطه الانشائيه. البدايه بنقعد نتفق انا هعمل مشاريع السنه دي مشروعات بكذا. طب التكلفه التقديريه كام؟ كذا. طب متوفر، اتفضل.